أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي بورسعيد تم افتتاح مدرسة بور فؤاد للتعليم المجتمعي لنظام الفصل الواحد، وفي قنا تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية بلاد المال بحري ضمن مبادرة حياة كريمة. في الشرقية تم توفير 1269 فرصة عمل للشباب داخل 17 شركة بالقطاع الخاص. أما في المنيا فقد تم الكشف على 1492 حالة خلال قافلة طبية بمركز بني مزار. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية قررت المحافظة صرف مكافأة مالية للعاملين بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لدعمهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز ملف التصالح، كونوا أحد الملفات الهامة اللي بتقع على رأس أولويات الدولة، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد. في بورسعيد افتتحت المحافظة مدرسة بور فؤاد للتعليم المجتمعي لنظام الفصل الواحد ضمن خطة تطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد للطلاب. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بلاد المال بحري بمركز أبو تشت، وده عقب الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. في الشرقية أعلنت المحافظة عن توفير 1269 فرصة عمل داخل 17 شركة بالقطاع الخاص، حيث تسعى الدولة جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص. في المنوفية شهدت المحافظة تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالية حوالي 35 مليون جنيه، وده في إطار العقد الموقع بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات. وتم إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا على مساحة 8150 متر وبطاقة استيعابية 550 طن في اليوم. في المنيا أكدت مديرية الصحة تنفيذ قافلة طبية بقرية المعصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار على مدار يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1492 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان من خلال الفرق الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيف صحي ل 116 شخص. في كفر الشيخ أكدت مديرية التموين أنه جرى استلام 170,033 طن قمح ب 25 موقع وسط، وبتجري متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية بعد أن تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات.